الهلال بعد تعادل أيضا ممتاز بالنسبة إلى جانب النصر. تمريرة إلى أحمد الفريدي، الفريدي إلى تياغو نيفيز، قوية المباراة. الهلال ونجومه يملكون الحل الصعب أن أغلقت الحدود على كتيبة المشاة. أرسل بقاذفاته وأرسل بصواريخ من القاذفات وصاروخ برازيلي صعب. تياغو نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال، هدف أول للهلال. شوف الكرة بلمسة، تياغو نيفيز يسجل الهدف الأول. ليت لي لسان المتنبي وفلسفة برناردشو لأتكلم ولأصف ولأطيل وأوجز لأقول ملحمة في نيفيز على طريقة كبير الشعراء، وأوجزها بكلمة بكلمتين لنيفيز. جمهور الهلال يحفز ياسر القحطاني لتسجيل ضربة الجزاء. ياسر يتقدم، يصوب جول، هدف ثاني للهلال والهدف التاسع الشخصي لياسر القحطاني في الدوري هذا الموسم. وبالتالي ياسر القحطاني وكأنه على مقربة لأن يتحدى ويتعدى الرقم 10، الحاجز النفسي معه دائما في كل موسم مع دوري كل موسم. الآن في هذه المباراة يسجل الهدف التاسع لياسر القحطاني، والهدف الثاني للهلال.